استشهد مواطن فلسطيني برصاص جنود الاحتلال عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل بالضفة الغربية بحجة محاولته طعن جنود صهاينة، كما شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس، وصادقت السلطات الإسرائيلية على بناء مئات المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية. استشهد فلسطيني برصاص جنود الاحتلال بعد إطلاقها النار عليه عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل بالضفة الغربية، وادعت قوة الاحتلال أن الشهيد الفلسطيني هاجم جنود الاحتلال عند مدخل المخيم بواسطة سكينة. ويشهد محيط مخيم العروب توترا ملحوظا، حيث دفعت قوة الاحتلال بتعزيزات إلى المنطقة بعد أن تم إغلاقها على إثر الحادث. إلى ذلك أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص خلال المواجهات التي اندلعت عند مدخل مخيم العروب بعد استشهاد المواطن الفلسطيني. وفي مدينة القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلين في 12 من العمر بحجة حيازتهما سكاكين لاستخدامها في تنفيذ عملية طعن. من جهة ثانية، وافقت الحكومة الإسرائيلية على خطط لبناء أكثر من 200 وحدة سكنية في مستوطنات معزولة بالضفة الغربية المحتلة، كما هدمت الجرافات الإسرائيلية منشأتين فلسطينيتين جنوب غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، فيما شنت القوة الإسرائيلية حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة والقدس. وتسببت القوة الإسرائيلية في اشتعال نيران أتت على نحو 10 متاجر فلسطينية بعد أن استخدمت متفجرات لفتح خزائن خلال مداهمة لمكتب صرافة فلسطيني في البيرة بالضفة الغربية.